وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم دائما عبر الحل. عنا طبعا هالشتة نعمة بس يا ريت هيك بيوصل على حنفيات الناس بصير عندها مي، لاني بعدني لهلا بتلاقي اتصالات بموضوع المي، شيء مؤسف جدا ان كان باليسوعية حديقة اليسوعية بالأشرفية، ان كان بالمطيلب شارع رقم 16، ان كان براس الدكواني، يعني اذا مش هلا اي متى معلومة. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن بدء العمل اعتبارا من أول من أمس بفصيلة عرمون بوحدة الدرك الإقليمي ومركزها بمعهد قوى الأمن الداخلي بعرمون، وتم تحديد نطاق الإقليمي على النحو التالي: عرمون، دوحة عرمون، جزء من دوحة الحص من مفرق عرمون باتجاه مثلث خلدي على يسار الطريق العام، وفوق وشرق الأوتوستراد من مثلث خلدي حتى دوحة الحص، الحدود الفاصلة مع سرية بيت الدين فصيلة الدمور. يعني أبناء هالمنطقة صار عندهم فصيلة وصاروا بيقدروا إذا لا سمح الله بحاجة لأي شيء صار عندهم محل قريب وبيقدروا أكيد يتواصلوا مع إذن مع فصيلة عرمون. نحن اليوم متابعين كمان ريبورتاجاتنا بموريال كندا، واليوم رح نتعرف على كنائس موريال، رح نتعرف على مجلسها الرعوي يلي بكل كنيسة من كنائسها في مجلس رعوي، وبالطبع له نشاطات عديدة. واللبنانيين لما بيكونوا موجودين يعني الجالية اللبنانية خصوصا الموارنة قرب كنائسهم يعني في كتير نشاطات في كتير لقاءات، وكله ضمن استراتيجية ودعا راعي أبرشيد مرمرون كندا المطران بول مروان ثابت. بترككم مع هالروبورتاج، وأنا بشكر دوريس الحاج وأيضا بشكر ساندي محفوظ. الكنائس المارونية بموريال، مزار القديسين وأعمال المجالس الرعوية بهالروبورتاج. احنا موجودين بكنيستك اليوم يلي هي كمان رعيتها مهمة، بتخبرنا شوي كيف جامع أبناء الرعية؟ نحن هون بالويست آيلند ما كانش في رعية بالأساس. بال 2014 أنا وجروب شباب وصبايا من الرعية بلشنا سوا بنينا الرعية، واليوم نحن نعتبر الرعية الأصغر عمرا في أبرشية مارمارون الكندية يلي هي تقريبا أوسع أبرشية مارونية بالعالم لأنه بتشمل كل كندا. نحن جزء من المشروع الأبرشي الأكبر لسيدنا بول مروان ثابت من لما عين واخترته الكنيسة والأساقفة تيكون هو راعي أبرشية مارمارون، كان عنده هالهم وهالهاجس انه هاي الأبرشية ترجع تقف ويكون عندها هيكل عظمي صلب تقدر تشهد بمنطقة أمريكا الشمالية عن الكنيسة المارونية. لأنه للأسف نحن أوقات كثير بنستهين أنه نحن موارنة أوني كاثوليك، لا خيي، نحن أوني موارنة قبل ما نكون نحن كاثوليك. وأنا شخصيا بعتبر أنه ما في شيء هيك صدفة، إنما الرب أرادنا مرسلين مثل ما هو بلش رسالته من الشرق، كمان اليوم بعد 2016 أو 2017 سنة عم يرجع يدعينا من جديد لحتى نجي ونبشر. الملفت بهي الرعية عنا هون بمار يوحنا الرسول إنه العيال كانوا عايشين مع بعضهم بزيت الشارع بس، ولكن ولا عيلة بتعرف التاني. اليوم عندك أقل شيء 260 عيلة، ال 260 عيلة بيعرفوا بعضهم. أكيد نحن ككنيسة عم نحاول نربط بين لبنان الأم ولبنان المغترب لحتى نخلق هالجسر هيدا، لحتى لو كنا عايشين هون على بعد مسافات ومسافات من بلدنا الأم، من الأرض اللي لعبنا فيها اللي تربينا عليها اللي بنشم ريحة ترابها، إلا ولكن نضل دايما نحن على هالرابط، نعرف إنه عنا أهل، عنا وطن، عنا أرزة بنحبها كتير، وهذه الأرزة عليت فوق الكل وما حدا قدر علي عليها. من سنة 90 جينا بموجة اللبنانية اللي إجوا على كندا،
أنا بقدر أقول بفخر أنه خليت وتبعت بممارسة مسيحيتي مارونيتي بكندا وبموريال بالأخص. أكيد بفكر إرجع على لبنان. أكيد أساساً نحن كتير متعلقين، نحن الجيل اللي إجا بالتسعينات بعدنا معلقين بلبنان، وأنا كتير بعدني أرى سيني بكل الأخبار وبتابع الام تي في على طول حتى ما حس حالي بعدت عن وطني. بتشكر البلد اللي استقبلني والعطاني كتير، بس يوما ما أكيد برجع وبرجع بقوة كمان إذا الله رد. جيت على كندا سنة 85 وارتسمت كاهن سنة 95، وبس ارتسمت كاهن عينت بكاتدرائية مرمرون، كنا بعدنا ببيلانجي كريستوف كولون، وبعدين نقلنا نحن لهون بال2003 اشترينا هالمبنى هيدا يلي كان صالة اجتماعات لسكت سولير، كان المسؤول عنها شخص فيلسوف من أوروبا الشرقية اسمه عمران. بقى كان هو يجي لهون يعمل محاضرات، وكانوا يجوا المسؤولين من الجوبرنمان فيدرال والبروفينسيال والمونيسيبال يجوا يحضروا المحاضرة تبعيته، $1,000 للمحاضرة. وكل الناس اللي ساكنين حول الكنيسة هون هودي كانوا السك تبعيته، الناس بينتموا له. توفى هو، نحنا جينا أخذنا هالصال وحولناها لكنيسة وأضفنا عليها مبنى قدام مثل صالة صغيرة. وطبعا سوبرفيسي مهمة 145,000 بيكاري، عندنا مشاريع مهمة نعملها هلأ مع سيدنا المطران تابت، عندنا مشروع مهم نعمله مزار مثل مزار حريصة بالأرض حد كنيسة. أنا بعتقد إذا لبنان بيزبط بروق، كل اللبنانيين صار عندهم نضوج بأنه هالوطن اللي حطوا الله بين إيديهم وديعة، بفتكر كلهم اليوم بعد هالسنين هاي فهموا أنه هالوطن هيدا كتير غالي وهني أثروا بحقه، لكن حتى يرجعوا بدون شي يشجعوا. أنا صاري بكندا 40 سنة، وبلشت أنا مع الأبونا من 95، ارتسم الأبونا وبقينا معه، كنا بالمجلس الرعاوي، وهلأ نحن منساعده بكل النشاطات الروحية والاجتماعية، ونحن مستقبل العالم نهار الأحد على القداس، نعمل لهم غدوات ومنعمل نشاطات كبيرة هي مرتين بالسنة اللي هو عيد السيدي وعيد الميلاد، نعمل حفلات. وبنفس الوقت كمان نحن المجلس الرعاوي نحن مسؤولين عن صيانة الكنيسة، منساعد الأبونا بالصيانة بكل النشاط، بنجتمع حسب شو هي الحاجة مشان اجتماعاتنا. تقريبا اللي بشافتيه هون كله نحن شغل ايدنا، نحن شغلانين فيه هون كله. بالنسبة للبنان، ممكن يوما ما ترجع على لبنان او تشجع العودة؟ الحقيقة بالوقت الحاضر انه انا عائلتي هون، ولادي كلهم خلقانين هون، عاملين مستقبلنا هون، بقى من كتير مبسوطين هون، ما بتصور أنا وعائلتي نفكر نرجع على لبنان بوقت الحاضر. لا لافال هي أنا بقول مستقبل المنطقة هون، لا لأنه التجمع الكبير فيها لسبب بسيط، أنه هالعدد الكبير اللي إجا بآخر الحرب، بآخر الثمانينات أول التسعينات، هالعدد الكبير اللي إجا بعد فترة وتبلشوا أسسوا حالهم اشتروا هون بلافال، حتى هيك هلأ سبتين، حتى هيك التجمع كبير. يعني نحن بنحكي عن رعية هون فيها ميات العيال، نحكي عن 1000 عائلة 2000 عائلة، بس أكيد ما عنا أحصاءات بعد سبتة نهائية. ورعية الأحد، داس الأحد بالإجمال بالأوقات العادة الشتوية يعني مرات بيكون فيها بال1000 شخص، لأنه رعية بتسع 1200 قاعدين، رعية كبيرة. ولحتى هيك بقول دايما هي
المستقبل. نحن هذه النعمة اللي عنا أنه نحن بعدنا المؤمنين عنا ملتزمين وبيحبوا كنيستهم، وهذا منشوفه، وهذا اللي دايما الكندي هون بيشوف هالفرق، يعني بتفاجأ أنه نحن كيف كنيستنا بيبقى فيها، يعني بتجي على الكنيسة بتلاقي في أولاد بعدد كبير صغار، يعني بعد العيلة الجديدة، بعد العيلة عم تتأسس. هذا الشيء اللي بيشجع أنه للمستقبل أنه كنيسة بعدها عايشة، خصوصاً أنه هون عم بيبيعوا الكنائس، عم بيأجروا الكنائس، عم بيأجروا الأديرة. نعم، حتى هيك نحن بنخلق هالفرق الكبير اللي بيشوفوه واللي بيحزدونا نوعاً ما عليه. نشكر الله، أنا بقول هاي نعمة أن إياها لازم نحافظ عليها. يا جينا بال2006 كانت بداية صعبة أكيد مثل كل اللي بيجوا جديد لهوني، وبلشنا نجي على الكنيسة بال2011. عرفت أنه في كنيسة قريبة عبيتي، بالأول كانت صعبة، بلشت أجي على الكنيسة. أنا من البداية بصلي كتير، حأحكي تجربة خاصة شوي اليوم. كنت صلي أعمل تسعويات لقلب يسوع، وفي قطعة أوصل علي على طول بتقول أعطيني أني عزي الحزانة، ساعد المحتاجين المنازعين. كنت أوصل علي وأوقف. بيوم من الأيام صليت وشلت الكتاب من إيدي، قلت له دخيلك يا يسوع، أنا عم صلي لك، أنا هو كلهم بحبهم وبحب أعملهم، بس أنا جاي على بلد غريب ما بعرف فيه حدا وما بعرف الطريق من وين، أنت بدك تدلني. دلني عمار يوسف وجيت، وكان عندنا المونسينيور إليزوان، ما بعرف ليش قلبه حسه يمكن أنه أنا بحب هيدا الشغل، وأنا بحب صلي كتير، وبتعرفوا أنتوا الأخويات صلاة. نقاني رئيس الأخوية، وهلأ لدورة تانية، الستات ما قبلوا يطلعوا عني كمان خلوني. وبنشكر الام تي في وحضورة الدايم بيناتنا، بتغطي كل الأشياء وبتكون معنا على طول. أهلا وسهلا فيك ببيتك، يعني بديرنا، دير مرمطانوس الكبير. انشرى هالدير من والمدرسة من كان سيناغوج، يعني كان كنيسة لليهود بالمنطقة هون، وتحول إلى دير، إلى مدرسة. ومن 1984 هالدير حاضر مع المؤمنين، مع المهاجرين اللبنانيين والموارنة بشكل خاص. نحن هاللقاء هو عم بيتم ضمن إطار مش هيك زيارة واستقبال زخائر مرمرون بكاتدرائية مرمرون. هيدا الانتويسيون، الحس عند الموارن انه وين ما كانوا يروحوا كانوا دائما يحبوا انه يرفقون عظام الشهداء او ذخائر القديسين. فانطلاقا من هالحس، حتى نقدر نساعد اللبنانيين الموجودين هون حتى يحافظوا على القيم الروحية العائلية الاجتماعية، فكان وجود ذخائر يلي هالمسار يلي افتتح بأكتوبر ب 2015. الكنيسة عنا في مئات المؤمنين بيجوا حتى يحتفلوا بعيد مارشاربيل، طي مجدوا الله من خلال مارشاربيل. والمؤمنين اللي عم بيجوا من عدة مناطق، يعني تصوروا في أشخاص عم بيجوا كانت عم تتلج، وبتعرفوا نحن بموريال أوقات بتكون يعني 10 درجات تحت الصفر، 15 درجة تحت الصفر. دايما في جروبات بيجوا مشي من لافال لهون، يمكن أكثر من 15 كيلومتر بيجوا مشي حتى يصلوا. امبارح بالقداس مساء توصل عائلة صغيرة، واحد أرمني من سوريا ومع عائلته، مع بنت صغيرة طفلة، طالعين من المستشفى دغري، كان صار لهم فترة كبيرة متزوجين وما عندهم أي طفل، طلبوا بشفاعة مار شربل إن يكون عندهم طفل، وجتهم طفلة سموها شربيلا. إلي من سنة 94 بكندا، ومن سنة 95 دخلت على الدير لهون، على دير مرمطانوس بموريال، ومن وقتها بساهم بالنشاطات، بجميع النشاطات الموجودة بالدير. حوالي 65-70 عائلة تقريبا كل شهر بنعمل اجتماع، مش بس عائلات مارونية ومش بس عائلات لبنانية، بس الأغلبية عائلات لبنانية،
وبنجتمع كل شهر مرة بالشهر. في عنا بنبلش الاجتماع بالقداس، بعدين بنرجع بننزل على الصالة، بيكون في عنا موضوع بنتناقش فيه، حدا بيعطينا إياه وبنتناقش بالموضوع ومنكفي السهرة بجو عائلي حلو. نتابع الحل عنا دايماً عبر الام تي في، ونتلاقي اتصالاتكم على 04-444-444. بياخد أول اتصال لليوم. ألو. ألو، بوجور. بوجور مدام. أنا عم بحكيكي بخصوص القانون الأزهار الجديد. نعم. يعني اليوم سمعت أنه أقروا الرئيس للأزهار الجديد، بس بلشوا بالأزهار الجديد من الآخر. ليش ما بيخلصوا العالم قبل من القضايا بالمحاكم العلقانة إلى 25 سنة؟ وليه ما بيخلصونا من الاحتلال اللي ما عم نقدر نشيل محتلين بقلب العقار عنا؟ لا تأخذينا يعني. يعني في يعني أنتوا بعقاراتكم في ناس مصادرة بعدها؟ في ناس مصادرينهم، ولأنه يعني مش إيجارات قوية وما بتقدر لهم الدولة، ما عم نقدر نشيلهم. طب هلا نحن نزتينا بالطرقات من وراء قانون الأزهار الجديد، مين حصلنا ملكنا من ناس ما قادرين لهم؟ الدولة مش قادرت لهم. شو الحل يعني؟ بلشوا من الآخر وكبوا العالم برا. عندي أربع عقارات لأربع محتلين، لا قادر بيع عقار لأنستر فيه أنا وولادي وزوجي، ولا أخواتي ينستروا ببيوت، نحن الخمسة مستأجرين. وين مدام؟ عقارات ببعلبك وعقارات بالفنار. يعني ما بعرف شو الحل بهالبلد. يعني مش منطق اللي عم بيصير. نحن مين بيقدر أخذ حق المالك من المستأجر؟ طيب نحن المالكين مين بيقدر يجيب لنا حقنا من ناس ما بتقدر تشيليهم من العقارات؟ شو المنطق؟ شو هالمنطق اللي عملوه بالمستأجرين؟ أنا لني مع المستأجر ولني مع المالك. أنا وإخواتي ملكين ومستأجرين بنفس الوقت، أكلناها من الميلتين. شو بنعمل بهيك وضع؟ وما أنا حكم بأنه نطلعون وما حدا بيسترجع ينفذ الحكم. مدام شو الحل؟ مدام عندك حكم بأنه يطلع ومفروض يتنفذ، عم بيسترجع عم بيقول وبيوصل الدم للركب للأسف يعني. وأنا ست ربيك حكيتك بهالموضوع من سنتين، وحكيت مع الست غادة عيد لما كانت كمان عم تعمل برنامج على التلفزيون، ما حدا عم بيقدر يلاقي لي حل. طب هلا صرنا بالطريق، شو بنعمل؟ لقلك شغله بهالحاله، يمكن الوضع الامني او وضع انا بالنسبه لي، لقلك شغله، ما حدا تحت القانون. يعني الدوله لما بتبسط سيطرتها على كل الاراضي اللبنانيه وبتطبق القانون على الكل، ما بعود في حدا يستقوي بحدا. ما بعتقد. ولكن للاسف ما حدا، نحن كلنا تحت القانون، ما فينا نكون فوق القانون. يعني هود الناس فوق القانون للأسف الشديد، بس بده يوصل يوم مفروض الدولة اللبنانية تحسم أمرها وتطبق القانون على الجميع. يعني إذا عندك حكم مفروض هذا الحكم أنه طبعا، وإلا يعني القضاء اللي احنا اليوم قداش منجله ومنحترمه. يعني كلمة القضاء هي كلمة الفصل، لما القضاء بيعطيك حكم مفروض يطبق مباشرة بكل بساطة. يعني هيدي سلطة نحن كلنا بننحني لها، لأنه هي السلطة اللي بتعدل بين الناس. أنا أتمنى أنه هذا الحكم اليوم قبل بكرة. للأسف يمكن بمنطقة مثل ما عم بتقولي مخوفينك وأنت عاملة وجباتك، بس أنا بتمنى على الدولة اللبنانية تحزم أمرها. نحن بدنا دولة، بدنا إياها، ما حدا ما بده الدولة، واللي ما بده الدولة يعني للأسف الشديد ما في كمل ولا بنقدر نكمل هيك. أنا ما بعرف شو بقدر ساعدك، بيكفيك أنك طلعتي وحكيتي عن رأيك وعن واقعك يلي كتار يمكن مثله. بأمل أنا من الدولة اللبنانية إذا شي وزير شي نايب عنده الجرأة أنه يطلع ويقول نحن بدنا نحل هذه المشكلة، قدي بيكون يعني اليوم عم بحل مشاكل. نحن هيدا يلي بنتمنى من هذا العهد. بأخذ اتصال تاني. ألو. ألو، بونجور. بونجور مدام ربيكا. تفضلي. أنا مواطنة لبنانية حابة بس هيك فشة خلق إذا بدك مش أكتر على منبرك اللي كتير حلو.
بالنسبة للتفاقة ولزودة فواتير الكهرباء ومدري شو الكل اللي عم بيقولوا عنا، انه هن اكيد مش فارقة معهم. يا هل ترى سخن مطرحهم لهالوزراء هول؟ تبشرنا بالخير رئيس جمهورية ووزراء وقلنا خلص هيدا الخلاص، طلع انه عم بيزيدوا تعتير فوق تعتير علينا. ليه اذا غلوا فاتورة الكهرباء بعمرة فاتورة الموتور ما رخصت؟ عم ندفع بلاوة وهيدا وكله والكهرباء ما بتجي لعنا. بعدين بالنسبة للتفاقة خليني يراقبوا قبل الأسعار بالمحلات ويعملوا اللي عم يعملوه، إنه لوين رايحين بعد هيدا اللي كنا مبسوطين وناطرينون محله يسخن مطرحون، أو الوزارات اللي كانوا فيها هالقد طفران فاضية لحتى عم بيزيدوا علينا على ظهرنا يعيشوا أكتر. لقلك شغلي مدام، أول شيء بموضوع الكهرباء من المعيب بعد 30 سنة انتهت الحرب وما يكون عنا كهرباء عنا فاتورتين، من المعيب جدا. والشغلة ما بدها كتير، بدها قرار. من المعيب كمان إنه بلد عنده فصل بكامله شتى وتلج ما يكون عنا مي وندفع كذا فاتورة مي. من المعيب كمان إنه نقبض فواتير وما نأمن الخدمة، أكيد من المعيب. اليوم يمكن مش كبسة زر، مش عصا سحرية، بس اليوم مش مسموح بقى مع اكتمال المؤسسات، مع رئيس جمهورية، مع المجلس النيابي، مع الحكومة، مع كل الإدارات بالدولة إنه تحزم أمره ونطبق القانون على الجميع. مش مسموح بقى. ويمكن أنا أكتر وحدة حاسة أكتر من لأنه يعني 30 سنة بسمع صوت الناس، بعدني بسمع نفس القصص، وهيدا مؤسف جدا جدا جدا. اللي عم بتقوليه معك حق، اللبناني عانى معناه وبيدفع دايما ما عليه، ولكن بالمقابل وين الخدمات؟ مين عم بيراقب؟ أنا اليوم بدي أقول له لوزير الفساد إدي عندك شغل وإدي رح تلحق تعمل شغل، ولكن بدي هني بعض الوزراء يلي كمان بلشوا يشتغلوا. وزير الصحة بلش بالحكومة الإلكترونية. بتعرفي شو الحكومة الإلكترونية؟ يعني ما بقى في مواجهة بين الموظف والمواطن، صارت بتروح معملته على الشباك الواحد بتابعها بطريقة على SMS، إذا في خطأ ما، إذا في ناقص ما بيتبلغوا. وياريت كل الحكومة بتصير حكومة إلكترونية. معك حق اللي عم بتقوليه، مش مسموح، معك حق. ونحن هذا البرنامج نوجد حتى نوصل صوتكم كمان للناس. باخد كمان اتصال. ألو. ألو مساء الخير مدام ربيك. أهلا فيك. أنا بدي أسألك. شايف الدنيا سودة لمساء الخير؟ قليلي. عم ندفع ميكانيك، عم ندفع دم قلبنا. معك حق. معك حق. وعلى السيارات وتأمين وما بعرف شو. بتلاقي هلأ ثلاث أرباع السيارات صايرة نمر سورية، يا ترى عم يدفعوا ميكانيك؟ ولا بدي اسال اذا ينطبق القانون على الاجانب؟ انا سالت رائد بكون طبعا ينطبق. لا ما بيدفعوا. خلينا نسال اذا ينطبق او لا، يعني باي طريقه، عرفتي؟ نحن نعم. مش حاسين انه البلد عم بيروح من ايدنا؟ عم بيروح بدون ما نحس. بتنقهري من قلبك لما بتنزلي على السوق، بتنزلي على الطريق بتمشي، كلهم صاروا سوريين. طب شو يعني شو ناطرين؟ بس بدي اعرف الدولة شو ناطرة؟ لقلك شغلة، ما بقى عنا حقوق الدولة. لقلك الدولة نحن بتبلش بكل واحد منا يعرف كيف بده يتصرف بإنسانية أكيد، ولكن المواطن اللبناني فوق كل اعتبار. أنا بدي أنتقل لصورة اليوم. صورة اليوم على فيسبوك الحل عنا هيدي الطريق يلي بتربط قناطر زبيدة بالحزمية، وكلنا بنعرف هذه الطريق بيتمشوا عليها الناس. صارت اليوم ردميات لأنه ما بعرف أي بوكلين عم تشتغل، فاللي عم بيطالبونا اليوم أنه هالبوكلين ما دايما عم تشتغل بالمنطقة وما عاد في شيء اسمه طريق، أقله يعني تنظف هالردم هيدا، ترجع الناس تمشي على قناطر زبيدة، تروح على الحزمية. يعني هيدي بتصرف طبعا بلديتي الحزمية والمنصورية. وقبل ما أنهي بدي أقول بموضوع كمان وصل لي على فيسبوك الحل عنا، بموضوع يلي تقدموا على المجلس الخدمة المدنية ومن شهرين نجحوا بالأحراج الأسماك وغيره. نحن اتصلنا بوزارة الزراعة، الوزارة بعثت اللوائح على وزارة المالية وعلى رئاسة مجلس الوزراء، يعني صارت شغلة روتينية، وإن شاء الله قريباً بيستدعوكم للخدمة. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.